اليوم 11 من اكتوبر العام 2019، انا الان متواجد في المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين، حيث أبعد عن المدينة مسافة 5 كيلومترات. قبل حوالي نصف ساعة من الآن استهدف الطيران التركي تحركات لقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من هذه المنطقة، ونجم عنها أضرارهم في سيارة مدنية وكذلك أحدى المحال على أطراف الطريق. بحسب المدنيين الذين خرجوا توا من مدينة رأس العين، فإن قصف الطيران التركي وكذلك المدفعية مستمر وبكثافة منذ ليلة أمس، وكذلك هنالك مدنيين محاصرين داخل المدينة لا يمكنهم الخروج بسبب كثافة القصف. قبل قليل التقيت بأحد الأهالي القادمين من مدينة الحسكة بسيارته من أجل إخراج عائلة محاصرة داخل المدينة، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى داخل المدينة بسبب كثافة القصف، وخاصة على أي تحركات في مداخل المدينة ومحيط المدينة. بحسب قوات سوريا الديمقراطية فإن الجيش التركي وكذلك الفصائل المعارضة المسلحة الموالية له لم يتمكنوا إلى الآن من دخول المدينة، وأن الاشتباكات مستمرة في محيط مدينة رأس العين. كانت هناك أنباء اليوم صباحا تتحدث عن سيطرة الجيش التركي على صوامع المدينة، ولكن هذا ما نفاه هنا قادة قسد مؤكدين أنهم لا يزالون يسيطرون على الصوامع. الطيران سلاح الجو هنا له تأثير على سير المعارك. بحسب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية فإن الطيران يشن غارات كثيفة ويستهدف أي تحركات ونقاط عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في المدينة ومحيطها، لذلك هم يتحصنون داخل الخنادق والسواتر الترابية. يمكن ملاحظة هناك حركة، هناك الآن خلفي مدنيين هم بانتظار عوائل محاصرة داخل المدينة، يحاولون أتوا بسياراتهم من أجل محاولة إخراج هؤلاء المدنيين، ولكنهم إلى الآن لا يستطيعون التقدم نحو المدينة. كما ذكرت نحن نبعد فقط 5 كيلومتر عن المدينة، ولكن بعد هذه النقطة يصبح استهداف الطيران أكثر كثافة، وكما ذكرت تم قبل قليل استهداف تحركات لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المنطقة، ما فرض عليهم تغيير مواقعهم. كنت أنا إيفان حسيب معكم اليوم من مدخل مدينة رأس العين في محافظة الحسكة.